أفكار خليفة من مصر، مخرجة كرتون، وكنت رئيسة قناة الأسرة والطفل في القنوات المتخصصة. أنا تخصصي أساساً الكرتون والأفلام التسجيلية. سعيدة جداً بوجودي في الرباط لحضور المؤتمر الإدوكيشن والمالتي ميديا والميديات المختلفة، وإزاي ممكن تتعاون وتعمل إنتاج للأطفال. وجودي هنا مع كتير من الخبراء في مجالات مختلفة اللي تخدم الطفل بيجعلني سعيدة ومتفائلة بالخير وإن شاء الله لمستقبل الأطفال العرب. في تخصصي أنا بالذات كنت حريصة جدا إن أنا أقدم المعرفة والعلم والترفيه في كرتون الموجه للأطفال، لأن هو بيكفيه في المدرسة إن هو دروس مباشرة ورق وكتب، لكن أنا ممكن أقدم له كل المعلومة أو بعض من المعلومات اللي ممكن ما يتحصلش عليها في الدراسة من خلال الكرتون، بتوعية، بترفيه، بمعلومة، بثقافة محلية أو عالمية، بحيث إن هو يبقى إنسان عارف بلده أو عارف ثقافته والفولكلور بتاعه ومنفتح على العالم الخارجي. اشتراك أكتر من ميديا في تعليم الأطفال أو في البرامج الموجهة للأطفال بيفيد جدا، وبيخلي في أحيانا انتراكتيف مع الولاد، أحيانا في إضافة، بيبقى في تفاعل، بيبقى في معلومة جديدة. يعني مثلا لما أقدم له فيلم كرتون في 3 دقايق عن إن الولاد الصغيرين عاوزين يطلعوا فوق النخلة يجيبوا البلح ومش عارفين يطلعوا للنخلة، وباباهم قاعد جنبهم مش راضي يقول لهم اعملوا كذا، سايبهم هم يجربوا، فبيحاولوا مره واثنين وثلاثه، لما بيلاقيهم لسه ما عرفوش يوصلوا بيعمل لهم التجربه العمليه، وبيطلع النخله هو بينزل لكل واحد بلحايه واحده فقط عشان يبقى مضطر هو اللي يطلع ويجيب البلح بنفسه، فدي من غير ولا كلمه بساوند افكت وموسيقى. فدي رساله واضحه جدا ان الانسان لازم يجرب وما يعتمدش على ان الحاجه هتتقال له مباشره. يعني مثلا حاجه تانية بالنسبه للكرتون اللي بيهمني جدا، ان انا الميديا بتاعتي الكرتون، ان انا اقدم له يعني ايه العالم الخارجي، يعني ايه الثقافه بتاعت الشعوب الاخرى. ففي مسلسل اسمه حكايات الاراجوز، بمزج بين الاراجوز اللي هو تراث قديم جدا عندنا في العالم العربي وبين الكمبيوتر، الشاشه الكمبيوتر والماوس، الثلاثه بيتبادلوا روي الحكايات اللي من العالم، بيفتحوا الكتاب ويطلعوا قصة من العالم وتتحكي كرتون من الصين، من فرنسا، من المغرب، من الثقافات المختلفة. وده شيء مهم جدا انه يوصل للطفل ان هو مش لوحده في الدنيا، وفي نفس الوقت يبقى عارف ان في انتاج جديد، في مش بس مجرد الحاجات العنيفة بتاعت الكرتون اللي الشعب العربي بقى يعني يضج منها. انا شخصيا كواحده مسؤوله بحس ان مازنجر وترانسفورمرز وكابتن ماجد وحاجات فيها ممكن يكون فيها فن لكن ما فيها عنف كتير، فانا مش ضد ان هو يشوف الحاجات دي عشان ما يبقاش منفصل عن حقيقة عن الدنيا، ولكن في نفس الوقت اقدم له الحاجه اللي تخليه يقدر يتشد شويه عن العنف اللي هو فيه دي. فده اعتقد ان المؤتمر ده فرصه جيده جدا ان الواحد يتبادل الخبرات ويتبادل المعلومات مع الغير ومع الميديات المختلفه، وربنا ييسر ان شاء الله الامور وتتحسن ونبقى في احسن حال.